بشتغل مع كل البنات ان هو اولا يعني انا قعدت شهر ونص دول بشوف البنات لازم اولا بعلمهم الموضوع دايما مواعيدهم بالذات المواعيد المسؤوليه شكلهم اي حته ينزلوا ما يجيش اي حته لو حتى ركبت التدريب ياخدوا نفسهم فيه يفضلوا مش مثلا ميك اب كتير كده بس يبقوا عارفه يعني شكلهم يبان انهم دول داخلين فعلا مساعدة يعني. طبعا موضوع الاسلوب مع الناس ازاي يتكلموا ازاي الحاجات دي كلها برضه والسوشيال ميديا بالذات حذرت كل البنات السوشيال ميديا كبار منهم حتى قلت لبيانا السوشيال ميديا العين عليكي حتى اللي بتكسب بيانا كل اول حاجه تعمليها يعني انا بوست دايما على البنت بعرف شخصيتها من مش على الفيسبوك والانستغرام حاجات دلوقتي اللي احنا بنشوفها في التواصل دي كلها بتبين شخصيتي كل واحد فكل صوره بتصدقني انا في بنات يعني بعد ما دخلوا كده بصيت على الشغل قلت لا تبين الشخصيه يعني ده رايي انه ممكن اعرف كل واحده خش على اعرف بالظبط الشخصيه والكاركتر بتاعها فدي حاجه من النصائح اللي كنت بقاها ويعني ان شاء الله بحافظ على الموضوع ده ان احنا برضه عايزين نوري البنت المصريه احسن صوره.